ممتاز، أحد أفضل مدربي في العالم، ولدينا طموح كبير، وسنحاول أن نخلق الفرصة، ولما لا نتأهل إلى نهائي كأس العالم. نعم، هو تكلم بالفرنسية، نتكلم بالإنجليزية. نحن متحمسون لخوض هذه المباراة نصف النهائية، وسنلعب ضد أفضل منتخب في العالم، وبمساعدة مدربنا وإطارنا الفني سنقدم مباراة ممتازة، وربما نلتقي في المباراة النهائية. عديل الرحموني، مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. سيد وليد الركراكي، غدا ان شاء الله مباراه قويه ضد المنتخب الفرنسي، هل ممكن تعطيونا صوره على العناصر الوطنيه التي جاهزه؟ لان كل الشارع المغربي يتساءل على الاصابات اللي لاحقت اللاعبين، لان هذه هي المشكل الوحيد اللي صادف وليد الركراكي. كما يعرف الجميع، لدينا العديد من الإصابات، لكننا نتعافى بسرعة، ولدينا جهاز طبي رائع، وكل يوم هناك أمور إيجابية تحدث وأخبار جيدة، وننتظر لآخر لحظة، وهذا ما قلته منذ البداية، حتى نتخذ قرار بإشراك اللاعبين. اللاعبون كلهم إذن يمكن أن يكونوا جاهزين، ونحن سنعمل. اللاعبون الذين بأحسن حالاتهم ولياقتهم يدخلون المباراة. دياسبورانيوس كاميرون، بونجور كوتش. ما هو الشعور الذي لديكم أن تقولوا أننا حققنا إنجازا كبيرا، ومهما حدث الآن سيكون إضافة، أم تقول نحن هنا الآن وسوف نبذل كل جهد الممكن للوصول للمباراة النهائية؟ هذا ما نريد أن نغيره من عقلية عندما بدأنا نقوم بهذه المهمة، تغيير العقلية في قارتنا، وهذا ما قلته للاعبين. إذا كنا سعداء فقط بالوصول إلى نصف النهائي، ومهما حدث فأننا نجحنا في كأس العالم، فهذه هي العقلية التي لا نريدها. نحن بين أفضل أربع فرق في العالم، نصل إلى هنا من باب الصدفة، وذلك ما سنقوم لكي نحاول الوصول إلى المباراة النهائية، وهذه هي عقليتنا، على أمل أنني كما قلت من البداية أن لا يحترمنا المنتخب المنافس مثل ما فعلت المنتخبات الأخرى، ولكن إذا احترمنا ستكون الأمور أكثر تعقيدا، ولكننا ثقتنا بأنفسنا جيدة، وفي كل مرة يتوقع لنا أن نخرج، ولكننا ما نزال حاضرين. اليوم كنت أقول إننا في كأس العالم، وإذا وصلنا حلمنا فإن فرصتنا موجودة. بونجور وليد الركراكي. مرحبا. هوغو ماسونيي، راديو فرانس انترناسيونال. لون دي برينسيبال مناس، احدى التهديدات التي ينبغي ان تحسب لها حسابا، هناك كيليان مبابي، لديكم اشرف حكيمي ولاعبون اخرون، ويتم الحديث عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. هل سيكون هناك حوار خاص مع أشرف حكيمي لكي يحاصر كيليان مبابي؟ هو لاعب يعرفه أكثر مني، وأشرف يتدرب يوميا معه في باريس سان جيرمان، ولديه فكرة واضحة عن كيليان. لا لن نضع خطة استثنائية أو خطة تكتيكية، لأنه ليس هناك فقط مبابي، هناك غريزمان، وهو بمستوى
كبير جدا بين الخطوط و عثمان ديمبلي الخطر من جميع الاتجاهات فينبغي أن نلعب بشكل جماعي أشرف هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه وسيكون هناك صراع بين اللاعبين وهو بطل ولن يقدم له أي هدايا وليس فقط على كيليان ولكن منتخب الفرنسي والمشاكل التي يمكن أن نخلقها لهم وفي النهاية ينبغي أن نأخذ حذرنا منه وليس لدي أي قلق من أن أشرف حكيمي سوف يبذل كل ما لديه من أجل إنجاح الفريق. مرحبا سيد رجراغي. بالإنجليزية. في رأيك ماذا ستكون النقطة الأساسية في تلك المباراة؟ هل هي ذهنية أم تكتيكية؟ المهم بالنسبة لنا هو الروح. روح الفريق. نحن نلعب كأننا في النادي الجميع يعملون ولكي يعطي للفريق ويقدم أفضل ما لديه ونحن نعمل بشكل جماعي في كل مباراة نخوضها هذا هي الروح وبالنسبة لي هذا أهم شيء في كرة القدم وإن كانوا متعطشين للفوز هل ما يزالون كذلك؟ أمل ذلك عندما تصل إلى نصف النهائي إذا لم تكن متعطشا للفوز لأن خوض نصف نهائي في كأس العالم ليس في متناول جميع اللاعبين وهناك من يشجعون البرازيل والبرازيل في نصف النهائي نحن متعطشون هل السؤال هو هل سيكفي ذلك مع الروح هذا سيكون ممكنا ونحن واثقون ورغبتنا هي أن نعيد كتابة التاريخ ونضع أفريقيا على قمة العالم وهذه قيم مهمة ستكون مهمة في مباراة الغد لأن نعرف أن جميع الترشيحات تذهب لمصالح الفرنسيين ولكن ثقتنا كبيرة بأنفسنا ربما تصفوننا بالمجانين ولكننا ثقتنا كبيرة ولسنا متعبين ولسنا مرهقين أكرر ذلك أيضا إذا أمكن أن ذلك أن يزعجهم حتى الغد إذا كانوا يتوقعون من أن نكون متعبين فأننا لسنا كذلك لا يمكن أن تكون تعبا في نصف نهائي كأس العالم ومنهم متعطشون أيضا سؤال سيكون هناك 30 رحلة إضافية تحضر مساعد الشجعين من المغرب ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ بالنسبة لي لدينا أفضل مشجعين في العالم ربما مع الأرجنتينيين والبرازيليين أنا سعيد جدا لأن العالم الآن بدأ يعرف ما هم من هم المشجعون المغاربة هم أشخاص مجانين يمكنهم أن يذهبوا إلى أي مكان ليدعموا منتخبهم الوطني هناك